بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم. شوف الآن مباريات كلاش رويال في هذا الفيديو. شوف محاولات رفع الكوس في هذه الأثناء ضد عملاق ماكس. شوف كيف اللعبة الوحيد اللي انت بغاه يتعامل مع العملاق اللي هو البيكا. شوف وين حطوه اخر شيء الان. عنده نوعين من الطيور، عنده نوعين منين، هذا اللي اكتشفته الان، استخدموا كلهم الان. فرصة نجيب المنطاد. هذه الحركة الوسطى باستخدام الخنزير عشان يشتت السياف. الآن يلا، الآن البيكا جاهز، جالس ينتظر على حرم الجمر. أنا الآن خايف من شيئين، خايف الآن من الهياكل، لازم نلسم عليه صراحة. شيء يرفع الضغط لما يكون خصمك معه حاجات مقلقة زي كذا، حاجات وسطة. الآن بيسوين، شوف كيف الحركة الملعونة ذي، حركة وسطة. اللي يستخدم السياف الآن، أنا بباغته حق السياف. حلو. الآن ممكن نقول جت الفرصة الآن. الحمد لله. خلاص أنا بقفل عليه خلاص. صراحة كان خصم مرة، شوف كيف تشكيلته مرة مزعجة كلها. شوف هياكل، غيلان، منين، نوعين منين، وهو يعتمد على انه عملاق يسحب الساحر، يسحب السياف فيه وبعدين النمل ذولا يجون من ورا العملاق. تشكيلة مرة مزعجة، لان الناس العاديين الطبيعيين يلعبون صاعق مثلا واسهم وخلاص، ما في يعني هم الاثنين ذولا، ما في شيء ثالث يعني، ما في. اما هذا اللي يلعب الاربع انواع من الاشياء المزعجة والنمل. انا الان اتكلم عن هذا كالخصم. ودخلنا الان مباراة اخرى. أنا جالس أشرح كيف كان تشكيلته، كيف خطة الوسطة خبيثة، كيف كانت مباراة صعبة. الآن مالك يعاني ضد برابرة وخنزير ماكس. مالك أيضا عنده بطاقات ماكس صراحة، يعني في عدل يعني، ما أقول إنه، لكن هذا عملاق الآن ماكس. لازم الآن بيكا يخش. في عندنا الآن المينيون على الأقل أهوى من الخصم اللي قابلته، يعني ما في غيلان وكذا، الأنواع كثيرة. ما الضوء طاب من النمل. لا 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 لا، هذه غلطة توديك الداهية. يلا راح الضرب. حلو. كفو يا مالك. هذا اسمه تسكيت الخصم المهايطي، اسميه بالسعودي المهايطي. هذا شيء رائع يا مالك. ولو انا منك كنت ضحكت عليه، كنت ادي له ضحكات، لانه تريق على مالك. مالك كان طيب وحبوب معاه الأخير. رائع. تسكيت لهذا اللي يتريق عليك، شيء رائع. هذا مالك وهذه تشكيلته، هذه بطاقاته. بنشوف إذا كان في إمكان نشوف مباراة أخرى، بنشوف إن شاء الله بهذا الفيديو. وبالمناسبة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الإعجاب والاشتراك بهذا الفيديو، والاشتراك إذا ما كنتم مشتركين. ف...
نشوف ننتقل ان شاء الله الفيديو جديد، فيديو جميل، مباراة جميلة ان شاء الله. دول الناس اللي ضايفهم شوف كيف بالصداقة، كل ما لعبت مع واحد حس انه فاهم، يعني ما صدق القى ناس فاهمين ونفوز معاهم وعلى طول اطلب صداقة، خاصة إذا كانوا ظريفين يعني محترمين، يحطوني ايموجي كذا الضحك مثلا او شيء. يعني لكن بالاخير صار عندي ناس واجد واغلبهم ما هو يجون كثير، ما يلعبون كثير باللعبة. ايه المهم علينا. بسم الله نبدأ ننتقل الآن لهذه المباراة، مباراة رفع الكؤوس، مباراة رفع الكؤوس ضد واحد القلعة أو البيت، بعض الناس يسمونه بيت، ليفل 12، وهنا الشبح ليفل 12 وفالكري، فالكري على الأقل ليفل 12، فيه ممكن تقارب. هذا اللي كنت خايف منه. انا كنت خايف نقابل ماكس، ويا له من ماكس اللي هو البيكا ماكس، فشيء انا بترك القاطعة لانه ما هي شيء يخوف. شوف كيف اللعبة هذه والوساخة اللي تسويها، صراحة الوساخة اللي تسويها ذي اللعبة شيء لا يصدق. أقابل بيكا، مو بس بيكا ماكس، وأيضا يلعب ساحر كهرب زي، يعني إيش استفدت أنا لما ألعب وخطط وحط تشكيلة بعدين برابرة ماكس. هذولا لازم صاعق، لازم تلوم صاعق. أنا قاعد ألعب صاعق هذه المباراة، ما هي العادة أني ألعب صاعق، لأنه زي ما شفنا الفيديو اللي قبل، هذاك رفع ضغطي صراحة بالهياكل وبالغيلان والأشياء، قلت لازم نلعب صاعق. الآن نترك هذه الجهة، نركز على جهة واحدة أفضل، لأنه منضيع كذا، ندافع على جهتين لا ما ينفع، ما يصحش كذا. الآن أنا خايف من ساحر الكهرب، لازم ننهي لازم اخلصه. اكيد بيحط البيكا على ساحر الكهرب حقيقه، والله يداري، ما ادري ليش ساحر الكهرب الاهبل ركض قدام، هو عارف انه في بيكا. على الاقل الان الوضع ملائم من المنطاد. ساحر الكهرب لا 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 لا، ايش التجمع هذا يا الله، بس هذا اللي ما ابغى الهجمه الرهيبه اللي زي كذا. الله يستر، عدت على خير. حاليا تقريبا 1000 باقي من البرج اليمين، 1000 لازم ادافع. الوضع الان خطر، الوضع الان جدا 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 متوتر صراحة، جدا رايح فيها الان. انا خايف من ساحر الكهرب، مو بس البيكا اللي خوفني حاليا، ده ساحر الكهرب. اضطريت اني كرة نار بعيد عن البرج، كيف صار البرج اليمين 900 الآن؟
أنا أتوقع الشبح قبل شوي هجم. الآن وضع مرة جدا لازم نستعين بالله ثم بساحة الكهرب خلصنا من هذه الورطة. والآن الخصم على الأقل ما راح يلبسه، والآن لازم ندافع بأسناني كلهم. الآن ممكن المنطاد يعدي، ممكن ساحر الكهرب ينقذنا بهذه الهجمة، ممكن المنطاد حرام. يا ليت أنا لازم أحط الديكاي، بس لأنه خلاص برج المنين هو الخطر، ومع إني فيك صراحة ماكس يقدر يشيل البرج اللي يقدر يشيل الطلعة لو يبغى. صراحة أنا أقول لكم يقدر يشيل الطلعة. الحمد لله الساحر الكرم. لا 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 لا, لا. طلع كلب، الخصم طلع كلب، والله قهر أخسر ضد هذا الخصم الكلب الوسخ الملعون قليل الأدب. أمريكا صراحة تشكيلته جدا مرعبة، وقاتل ما أدري السايكل والترتيب ما أدري بيكا ماكس ليش يكون أقل من المحترف، أقل من الدرع الأحمر، ليش ما أدري الكذا وصاخ أصلا، هو نزل كؤوسه والله ما أدري، هو أصلا وصخ الضحكة ذي الأخيرة، فلا نستغرب. الآن نشوف البوب يلعب تشكيلة حلوة، الحادي يلعب تشكيلات غريبة نقدر نقول غبية به المشاغبين، يلعب تشكيلة حلوة حاليا، لكن الخصم صعب إلى الآن، فيه حركات غبية تشكيلة البوب، فيه كرة ثلج وعصار، وكان معه أسهم، كان الآن نقدر نقول لو معه أسهم كان ارتاح كثير. كيف هذا الخصم يلعب بطاقات خفيفة كثير، فتسبب إزعاج وصداع لأي واحد، فما بالك لهذا البوب. البوب المسكين اللي ما يلعب بالسياف. شوف هذا ساحر الكهرب، ذا مقروس، ذا رجوج أهبل، شوف كيف يسبق البيكة دائما زي سواها معاي المباراة اللي قبل شوي ونكبني نكب عمري، والآن سواها ضد البوب. وشوف البوب الآن شكلها باقي تسعة برج اليسار، والخصم يجيب التعادل ثم ندخل بدوامة تسعة فقط، شيء حركة سحب العصارة الحفار كانت جدا ما أعرف رهيبة جدا جميلة. نشوف الآن مباراة عزوز، نشوف مباراته عزوز يلعب بالغيلان، غيلان ماكس بطاقة جميلة، بطاقة رهيبة لما تلعب مع العملاق، مو ضد العملاق، أقصد مع العملاق، حتى ممكن مع المطاد. الآن ورطة تمين النار، حلو الخصم توقع ما استعمل الصراحات. الآن استعمل الصاعق، الآن الساحرة قدرت أكيد يعني تنهي المنين، مضروبين بالصاعق أيضا، فمباراة إلى الآن صارت صعبة جدا، لأنه عملاق تنين نار، البيكا ما يقدر يسوي شيء. شوف كيف في تسلا أيضا، تسلا ماكس لازم منطاد عزوز، منطاد وغضب، أوه 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 خصم أيضا ضربه كرة النار،
فالأمور بدأت تصعب، بدأت تأخذ منحى صعب الآن. وهنا عزوز يبدولي كان قرار ممتاز، جاب برج اليسار وجاب التعادل من طرف اليمين بضربة واحدة، هجمة واحدة نفس الهجمة. الآن شيء حلو هذه الهجمة، وكملوها الغيلان والمينيون. صراحة كانت رائعة. في شوي حظ الخصم معه أسهم، لكن معه كرة نار أيضا. لا في شوي صراحة شجاع من عزوز وتكتيك رائع.